الشيخ معتوق العماري معلم بنغازي القرآن. الشيخ معتوق محمد العماري علم من أعلام بنغازي البارزة ووجوهها الخالدة، ولد سنة 1919، ختم القرآن الكريم في العمامرة، وانتقل إلى زاوية الدكال في مسلاتة، ثم انتقل إلى زاوية الشيخ الأسمر في زليتن ودرس مبادئ العلوم الشرعية فيها. ترك زاوية الشيخ سنة 1949، ومن هنا بدأ رحلته الطويلة في تعليم القرآن الكريم، فقد قضى 60 عاما في تعليم القرآن، فنزل برقة وعلم القرآن في النجوع، ثم انتقل للتدريس في زاوية شرقية البياضة وبقي فيها 4 سنوات، ثم انتقل إلى مسة فعلم القرآن نحو 3 سنوات، ثم جاء البياضة سنة 1956 فبقي مدرسا للقرآن فيها وإماما وخطيبا ما يقرب من 15 سنة. نزل بنغازي عام 1970 واستقر فيها وتولى التعليم والإمامة والخطابة في مسجد بغولة من مساجد بنغازي القديمة في البركة الذي عرف بمسجد الشيخ معتوق، وختم عليه القرآن جموع غفيرة، وأكثر معلمي القرآن في بنغازي اليوم منهم أو من تلاميذهم، بل من تلاميذ تلاميذهم، فهو شيخ المشايخ وممن أخذ عنه طلاب من غير بنغازي من مصراتة وبن جواد ومسلاتة وسبها وغيرها من المدن وطلاب غير ليبيين. كان كريم الطباع، دمث الخلق، خفيف الروح، سخيا مضيافا، يملي القرآن في كل الأيام في الليل والنهار، لا يمل ولا يكل، ويصغي لمن يقرأ عليه، ويصحح الألواح، ويتقن رسم القرآن، وينهى الطلبة عن فتح المصحف ليعودهم على ذاكرتهم وحافظتهم. أكثر وقته في المسجد، وكثيرا ما يكون في المسجد من الفجر إلى العشاء، لا يعود إلى بيته إلا في الظهيرة لبعض الراحة، كثير التلاوة، محافظ على الأذكار، صاحب جواب قاطع وهمة عالية وظرافة ظاهرة، لا يحب الإفتاء ويرسل السائلين لأهل التخصص، ينزل الناس منازلهم ويوقر الكبار، يسأل الطالب الجديد عن اسمه وقبيلته ودراسته ويمازحه، له طريقة عجيبة في التربية، ومنها أنه يقسو أحيانا على الطلبة متعمدا ليرى مدى صبرهم ورغبتهم في حفظ القرآن. توفي في 9 سبتمبر سنة 2017، وعمره نحو 100 عام قضاها في تعليم القرآن الكريم، وترك وراءه أجيالا 3 من الحفظة والمحفظين، رحمه الله رحمة واسعة.